بصوت حكاية كتبتها جوه المدرج سرها بصوت هتافي أنا البطولة دي جبتها رأيتها دي رفعتها كل الظروف وهزمتها ومع كل مهنة بحبه أكتر بعدها أنا قلت كتير من غير تفكير عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها اشهد يا تاريخ ولا شماريخ انا بطل القصة انا نجمها لو في المريخ هتلاقوا سريخ يقول يا زمالك ده فريق انا اشهد يا تاريخ ولا شماريخ انا بطل القصة انا نجمها لو في المريخ كم مرة وقعت في رحلتي وكان ممكن تخلص قصتي ولا أي لحظة عزمتي دي اتهددت ده في اللي سابني في الطريق وفي اللي كان عامل صديق وفي النهاية ما سبتي برضه كملت أنا قلت كتير من غير تفكير عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها اشهد يا تاريخ ولا شماريخ انا بطل القصة انا نجمها نروح نحتفل بقى مع نجم نادي الزمالك وكابتن اشرف قاسم اللي جاي النهارده طبعا يعني بص الضحك جاي من اول اللي دخل الاستوديو كلنا بصراحه فرحانين يعني فرحه كبيره مبروك يا كابتن اشرف من نفسنا كريم طب نفرح بقالنا فتره كبيره ما فرحناش يعني اه والله مبروك الله يبارك فيك حبيبي مبروك يعني عليك يعني مباراه كبيره وبطوله غاليه جدا لنادي الزمالك في التوقيت ده انا مش هتكلم انا هسيبك بقى انت تتكلم تقول اللي جوه قلبك هنتكلم انا وانت مع بعض اللي احنا حاسينه يعني بس انا اتكلمت في بدايه الحلقه اللي احنا شفناه النهارده من مسانده من الجمهور كل مره احنا بنتكلم على ان الجمهور بيساند الجمهور ده يحرك الحجر يعني النهارده ما كانش ينفع ان العدد ده كله اللي موجود في الملعب وفي الاستاد من الساعه 1 الظهر ويمكن قبل كده كمان جو حر موت النهارده والدنيا نار والناس مش فارقه معاها الناس عايزه تفرح وعايزه تشوف فرقتها وهي كسبانه وهي شايله الكاس وبطوله بقى لها فتره مش موجوده معانا يمكن اخر مره كانت 2019 فخمس سنين بعيده عنك بطوله من بطولات افريقيا بتحاول ان انت توصل لها انت خدت مثلا بطوله الدوري مرتين والكاس لكن كنت محتاج البطوله الكونفدراليه لا يعني الموضوع كان برضو الموضوع كان حلو النهارده ايوه انا مش هتكلم عن النواحي الفنيه خالص لكن انا بتكلم على اهم حاجه كانت موجوده الاحساس بالمسؤوليه من اللعيبه النهارده في الملعب زي ما الناس وعلى فكره ده التواصل ده اللي كان موجود الاحساس ده بوصل للعيبه من تواجد الجماهير دي كلها في المباراه صح. انت عارف الشحن الجماهيري ده من الجماهير اللي لعبتنا النهارده ده من بعد المباراه اللي كانت في المغرب من اليوم الحد اللي فات الجمهور كله كان كله بيقول على كل في كل الاماكن وكل المواقع وكل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وكل الحاجات دي الناس كلها كانت مستنيه الماتش كل الناس الجمهور كله بيشحن بعض عشان يوصل اليوم ده ان الناس تبقى موجوده وتساند فرقتها وهنكسب المباراه واحنا ان شاء الله حتى لو 1-0 احنا عايزين نكسب المباراه عايزين البطوله وهو ده اللي اتحقق يعني انت لما تيجي لو اتكلمت في الناحيه الفنيه هتتكلم هتلاقي نفسك انت بعيد يعني هي المباراه من ناحيتين فنيا بعيده شويه عن الشوط الاول بس الزمالك كان ارتفاع في المستوى الشوط الاول 25 27 دقيقه بالظبط نقطه ما جبنا الجون الزمالك كان محتاج ممكن كان يجيب جونين وثلاثه واربعه في الفرص اللي راحت دي لكن كان في اصرار مع توتر لكن لو اصرار مع هدوء شويه كان ممكن الكرات اللي راحت مننا مستعجلين عايزين يجيبوا جون بسرعه انت عشان تطمن أيوة. يعني عايز تجيب جون عشان تطمن مش الاستعجال بتاعك ده المبرر بتاعه علشان كده بس عايز تطمن عايز تطمن الناس اللي في الملعب كله ان انت جبت الجون الاول فهتقدر تلعب بحريه لكن الحاجه الجميله ان انت لغايه اخر لحظه في المباراه برغم التوتر اللي كان موجود في الملعب في المباراه نفسها المسانده من الجمهور بص كانت عامله ازاي في كل لحظه في المباراه
حتى بعد ما احنا جبنا الهدف وفي الشوط الثاني الفرقه فرقه نادي البركان فرقه كويسه تمسك كوره مسكت كوره وبتاع، انت تراجعت شويه لكن قدرت تتعامل معاها واجبرناهم ان هم ما يعملوش عمليه التحضير، ودي كانت هتبقى مشكله بالنسبه لنا. فاستفدنا طبعا من الكرات الطويله والكرات العاليه كانت بتتعمل داخل منطقه ال 18 بتواجد حسام والمسلوسي ان هم يتعاملوا مع الكرات اللي هي دايما احنا بنقول الكره لما بتبقى جايه للمدافع بالمقابل غير لما بتكون بظهره يعني للمهاجم. فبص شوف الجماهير عامله ازاي يا كريم، يعني الجمهور ده من اول لحظه في المباراه لغايه اخر لحظه وهو كده، فيعني كان من كان هتبقى فيها هتبقى صعبه جدا علينا كلنا وعلى الجمهور طبعا ده ان الناس تمشي من الاستاد وهي مش محققه الهدف بتاعها اللي هو الحصول على الكاس. بطوله في ظروف صعبه جدا جدا مرت على نادي الزمالك الموسم ده. الف مبروك الف مبروك للمجلس الاداره اللي تحمل الفتره الاخيره ديت الضغط الغير طبيعي في المشاكل اللي كانت موجوده وقدر ان هو يدعم على قد ما قدر في الفتره ديت بلاعبين قدروا برضو كان ليهم مساهمين ومنهم يمكن الراجل اللي قدر ان هو يحرز الهدف الفوز بالبطوله احمد حمدي، وبنتمنى له طبعا ان شاء الله ربنا يشفيه ان شاء الله وتطلع حاجه بسيطه باذن الله. يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده كلها بالرغم ان احنا كنا بننتقدهم كتير ولازم هم يبقوا عارفين انتقادنا ليهم بيبقى من حبنا ليهم من حبنا للنادي ان احنا عايزينهم هم احسن ناس في الدنيا وعايزين النادي بتاعنا ده في احسن مكان. فاتمنى ان شاء الله، يمكن انا دايما كنت بقول الحاجه زي دي قبل المباراه لما كنا مع بعض، لو ربنا ان شاء الله كرمنا وكسبنا والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا ابني على كده بقى، يعني ابني على المكسب وانت كسبان هتقدر تتعامل بشكل كويس، هتقدر تفكر بهدوء، هتقدر تاخد قراراتك بهدوء، مفيش اي قرارات انفعاليه، تقدر تبني فرقتك صح في الفتره اللي جايه، هتفكر كويس جدا مين اللي هتقدر تستفيد بيه، مين اللي هيبقى متواجد معاك، مين اللي مش هيبقى متواجد معاك الفتره اللي جايه. فانت مهم داخل الفتره اللي جايه على منافسات اقوى واكبر من كده، يعني ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي يوم السبت اللي جاي مباراه الترجي، مباراه صعبه جدا، ان شاء الله ربنا يكرمهم ويفوزوا بالبطوله، هتبقى حاجه جميله جدا لما نتقابل في السوبر تاني الزمالك والاهلي مع بعض، يعني هم على قمه الـ 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 الانديه الافريقيه. ايوه الزمالك ما قابلش الاهلي في السوبر غير زمان ال 94 بتاعت كابتن ايمن مرسوم 94 بالظبط. ايمن هو احرز هدف الفوز جنوب افريقيا بالظبط كده. فنتمنى ان احنا السوبر الافريقي يعني على فكره في اهلاويه كتير جدا كانت بتشجع الزمالك النهارده بس هما كانوا بيشجعوا الزمالك عايزينه يكسب عشان نتقابل في سوبر ويبقى فيه نوع من المنافسه. فحلو جدا ماشي اوكي ان المنافسه دي حاجه حلوه ان احنا كمان يبقى عندنا اكبر ناديين يكسبوا البطولتين بتوع افريقيا الاهلي والزمالك، وهم على فكره برضو يعني هم احنا يعني الفرقتين يستحقوا، يعني برغم المعاناه اللي احنا عارفينها وبنشوفها واصابات بتحصل للعيبه وبيبقى في عدم يعني مشاكل كتير جدا بتحصل داخل الفرق، لكن انت بيبقى فيه عندك تارجت معين عايز تحققه هو ده اللي بيحصل. يعني انا مش مع الناس اللي كانت بتلوم نادي الزمالك في الفتره الاخيره في ان المستوى مش بشكل كويس ماشي اوكي، يعني انا مش هفرح كريم ان انا العب مباراه على اعلى مستوى واخسر بطوله. في مباريات معينه انت بتجري ورا حاجه معينه اللي هي الهدف بتاعك، انت عايز تكسب البطوله. وخصوصا المباريات اللي زي دي في اوقات كتير جدا جدا ما بيبقاش فيها مستوى عالي، لكن انت عارف بلغتنا زمان كان او بلغه الكوره بيقول لك بيخطف ويجري، يعني انت بتجيب هدف وبتقعد عليه تقدر ان انت تتعامل مع المباراه يعني. طيب تقول ايه على الشوط الثاني؟ يعني احنا كنا كلنا قاعدين في انتظار الهدف الثاني عشان نقعد مستريحين. الشوط الثاني الزمالك يعني اتعامل بخبره ولكن كان خطر برضه يا كابتن اشرف ان احنا ممكن لا قدر الله في اي كوره كده كرة عالية ممكن طبعا ضرب الجزاء التحام مش عارف ايه، فكنا قاعدين قلقانين. شايف جوميز ولعيبة الزمالك اتعاملت ازاي مع الشوط التاني؟ خد بالك برضو احنا يعني الواحد اتحط في الضغوطات زي دي كتير جدا في مباريات كتير جدا. انت في التوقيت ده كل تفكيرك ان انت ما يخشش فيك هدف. اللي انا بقوله لك دلوقتي اللي هي اسلوبك وطريقة اللعب والتركيز بتاعك، انت التركيز بتاعك على مدار ال 90 دقيقة دفاعيا ان انت تبعد الخطر عن مرمى عواد، ده اتحقق بنسبه كبيره جدا. وما وصلش المرمى عواد في خطوره حقيقيه، يعني انت لو قلت لي كم كوره خطر وصلت لمرمى عواد في المباراه بتاعت النهارده
هتلاقي ممكن ما تعرفش واحدة. ممكن ما تعرفش تقول لي على واحده مش فاكر حاجه يعني خطر قوي ما تعرفش تقول لي واحده بنسبه مثلا 95% كانت ممكن تبقى هدف علينا لا مش موجود أي. احنا استفدنا او اكبرنا زي ما حايدلك اكبرنا فرقه نادي البركان ان هي تلعب الكرات الطويله استفدنا بوجود اثنين عندهم قدره على اللعب الكرات بالراس اذا كان حسام او المسلوسي فقدروا يتعاملوا مع الكرات دي أي. هم لو كانوا ما عندهمش التوتر في ان هم عايزين يجيبوا هدف كان ممكن لعبوا كرة على الارض كان هيعملوا لنا مشكله كبيره جدا لكن هم تعاملوا معاه بالشكل ده احنا استفدنا من الوضع ده الشوط الثاني التعامل مع المباراه انا اعتقد ده من اللاعبين مش من المدرب ممكن المدرب بيوجه لكن اللاعبين النهارده في الملعب الروح اللي كان بيلعبوا بيها اعتقد هي دي يمكن بنسبه كبيره جدا هي اللي وصلتنا ان انت تاخد المباراة. تاخد البطوله طبعا تاخد مفيش كلام طبعا وجود مفيش. وجود كمان الجماهير دي كلها لا دول بتخليك انت في قمه تركيزك لا دول موضوع تاني خالص بص دول فعلا بيدوا دفع انت متخيل ان الملعب كله بيشجع من اول لحظه لاخر المباراه وبشكل ايجابي خد بالك يعني مفيش حد مثلا في وسط المباراه بيعنف لاعب او بيتكلم على لاعب وحش او بيعلي صوته على لاعب لا مفيش كلام ده خالص كله تشجيع ايجابي فده حاجه كويسه جدا ما كانتش بتبقى موجوده على فكره في فترات كبيره لكن من الجماهير دي بقى في نوع من الوعي شويه انت عايز تاخد من لعيبتك حاجه شجعه بتشجيع ايجابي لما بيكون مش كويس ممكن تلومه شويه لكن في نفس الوقت بتشجعه تاني يعني هم بيعملوا الخلطه دي بينهم وبين بعض فطبعا بحييهم حتى كمان شكل الملعب النهارده في منتهى الروعه يعني انت شايف الملعب النهارده حتى لو في جزء صغير من المدرجات كانت فاضيه لا دي ناحيه امنيه لا مش اللي هي حوالين الخروج والدخول لا اللي كان في مدرج لنادي البركان بس ما كانش في حد يعني كان في عدد قليل حوالي 150 لو كانت اتيحت الفرصه للجماهير زمان كانت هتملاها لو الاستاد النهارده 300,000 كان هيبقى موجود بالظبط حقيقي مش عارف اكيد جالك اتصالات من ناس عايزين تذاكر لا كتير جدا بس طب انا عايز اسالك سؤال معلش دي نقطه مهمه جدا انت اتفرجت على الماتش في البيت في البيت مش في الاستاد لا في البيت انا كنت اتمنى بقى يعني دايما في البطولات الكبيره والنهائيات زي كده يتعمل في المقصوره الاماميه حتى مش المقصوره الرئيسيه صفين من نجوم الزمالك على مر التاريخ يعني كابتن اشرف قاسم مش عايز اقول اسماء عشان ما ممكن انسى حد او ما اقولش الاسماء كلها يعني بالظبط لكن كان لازم النهارده رموز النادي تتوجه لهم دعوه تتوجه في تاريخ نادي الزمالك يتوجه لهم الدعوه من مجلس الاداره ويبقى في صفين كده النجوم كلها تقعد كده ويعني تشوف النهائي في الملعب وتساند مع الجماهير وتساند ناديها كنت اتمنى اللقطه دي تحدث طبعا انا معاك طبعا يا كريم ما جالكش اي دعوه لا ما حدش وجه لي دعوه للحضور للمباراه انا حتى ما شفتش يعني شفت جماهير بس لا كنت اتمنى ممكن يكون من دي دايما الانديه كلها الكبيره بتعمل كده ده حقيقي يعني انا هقول لك انا بيتوجه لي دعوه دايما من في اي مناسبه رياضيه في سيزون الرياض من معالي المستشار تركي آل الشيخ وانا بعيد ونادي الهلال طبعا. وحتى في المناسبات ما يكونش فيها حتى فرق عربيه انت لعبت في نادي الهلال وكده يعني بيبقى ناحيه تقديريه انت ممكن توجه الدعوه والنجم ده بيجي لك او ما بيجيلكش انت عند ظروف او كده انت بتوجه الدعوه توجه لك دعوه كنت هتروح معنا طبعا كنا ممكن هتروح. ممكن طبعا الواحد يروح في توقيت زي ده انت فعلا التوقيت ده بالذات كان ممكن اي حد هيبقى موافق ان هو يروح طبعا انت حتى لو انت عندك الحلقه بتاعتك كنت هتقول انا هروح واخلص واجي يعني هي الناس كلها كانت كلها ملتفت حوالين الفرقه ومجلس الاداره بس انا مش عاوزه يعني مش عاوزه الومهم مش عايز يعني لا 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 لازم يعني تتحط في احنا عايزين تبقى موجود على طول لازم رموز النادي يكونوا موجودين في في الماتشات النهائيه يعني نتمنى خد بالك برضو ان كل بنشوفها في كل حته يا كابتن اشرف بتبقى موجوده طبعا في كل مكان والحاجه دي بتبقى جميله جدا على فكره هو ده نوع من انواع مش تكريم هو ده حق من حقوق النجوم دي اللي ادت للمكان ان هي تبقى متواجده في مباريات زي دي لان الناس ما بتروحش كل مباراه يعني ما في لكن في توقيتات معينه بتدي فرصه الناس دي تبقى موجوده بيبقى في نوع من الـ 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 الوفاء ما بين الطرفين يعني النادي واللاعب اللي هو ادى وقفنا حياته في النادي يعني طيب كابتن اشرف قاسم البطوله دي هتمثل ايه نادي الزمالك او فايدتها ايه او النتائج المترتبه على فوز الزمالك بالبطوله هتفرق مع الزمالك في ايه الفتره الجايه؟ احنا زي ما انا بقول لك احنا لازم نبني عليها كويس قوي انت طبعا الفتره اللي جايه انت داخل على مباراه بقى الدوري
اللي هي المتبقيه والمباراه المؤجله، فيبقى فيه تركيز كبير جدا على البطوله ديت، وهتنتظر طبعا مباراه النادي الاهلي ومين اللي هيوصل، وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله عشان تبقى مباراه السوبر دي كمان تبقى سوبر مصر، تبقى حاجه السعوديه جدا. على فكره التلاتة السوبر اللي جايين افريقي هيتلعبوا في السعوديه. يعني بص، يعني الموضوع ده هيفرق كتير جدا، ان انت بتلعب البطوله الافريقيه او السوبر الافريقي في السعوديه، زي ما احنا شفنا كان نجاح المباراه الاخيره في كاس مصر اللي كانت اتعملت في السعوديه، كانت نجاح غير طبيعي من تنظيم من كل حاجه حتى كمان. وكان في تعاون كبير جدا ما بين هيئه الترفيه والشركه المتحده للرياضه، ويعني كل والاتحاد الكوره طبعا، لا اتحاد افريقيا، لا كان ساعتها اتحاد الكوره اللي كان كاس مصر، كان كاس مصر، كان كاس مصر، لكن دي هتبقى الاتحاد الافريقي، والموضوع بيبقى شكله حلو وجميل زي ما كانت بتحصل البطولات السوبر في الامارات، في ابو ظبي وفي دبي، كانت بتنجح نجاح كبير جدا، وبيبقى في فرصه دي على فكره هي بتتعمل هناك عشان تدي فرصه للناس المصريين الموجودين هناك، هم يشوفوا الاهلي والزمالك ولاعيبه الاهلي والزمالك. دول الخليج كلها على فكره، يعني تلاقي اللي في الامارات واللي في قطر كل الدول على فكره، وفي البحرين وعمان وبيجوا، يعني هي لما بتتعمل في الامارات في من السعوديه ومن الكويت ومن قطر بيروحوا هناك في للامارات، او العكس لما كان المباراه في السعوديه جمهور كبير جدا جاي من كل الدول العربيه. فطبعا ان شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الاهلي ويكسب يوم السبت، وتبقى ان شاء الله بطوله سوبر حلوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن أشرف قاسم بعد الفاصل إن شاء الله. طيب كابتن أشرف، قبل الفاصل يعني أتمنى فوز الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا عشان يبقى السوبر مصري ما بين الزمالك والأهلي إن شاء الله في السوبر الأفريقي اللي هيتلعب في السعودية إن شاء الله. رأيك إيه برضو؟ يعني خلينا عرفنا طبعا رأيك في الزمالك، وقلت النهاردة يعني المباراة الناحية المعنوية والروح والجماهير أهم كتير، وكيفية إن أنا أعرف أكسب الماتش أهم كتير من الناحية الفنية. الأهلي بقى امبارح التعادل مع الترجي يا كابتن أشرف، رأيك إيه؟ بص، الاهلي ادى مباراه كويسه وخد من المباراه اللي هو عايزه. الناس كلها دلوقتي بتتكلم انها متخوفه، 0-0 دي نتيجه برده مش كويسه، ونتيجه صعبه، وممكن لو لا قدر الله الترجي احرز هدف هنا هتبقى فيها صعوبه على النادي الاهلي. لكن انت تخيل بقى العكس، لو الاهلي رجع وهو خسران 1، فالمشكله هتبقى برضو يعني المشكله هتبقى اكبر كمان. يعني انت مضطر انت لازم تجيب هدفين. لا انا شايف النتيجه كويسه جدا. لا لا، هو التعادل صفر صفر. التعادل بالوضع اللي احنا شفناه وطريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي دي طريقه كويسه جدا، اتعامل مع المباراه بشكل كويس. في نفس الوقت في بعض اللعيبه ما كانتش في المستوى المطلوب في المباراه، فانت لما تطلع بالمباراه دي بالشكل ده، لا اعتقد دي من وجهه نظري تعتبر نتيجه ايجابيه. انت هتخليها نتيجه ايجابيه امتى؟ بادائك اللي هيكون في مصر هنا. المباراه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الوضع لازم يكون مختلف تماما، اسلوب وطريقه اللعب، التشكيل اللي النادي الاهلي هيلعب بيه. بدايه المباراه نفسها يمكن انت برضه قابلت مشكله كبيره جدا في اول 5 دقايق في المباراه بخروج علي معلول. مشكله كبيره جدا جدا، لان انت ما عندكش اصلا لاعب بيلعب في نفس مكان علي برجله الشمال، يعني هو اعتقد كريم الدبيس بس هو اللي بيلعب في المكان ده، وحط كريم فؤاد وفي عمر كمال. لا عمر مش متقيد، عمر ما بيلعبش في البطوله الافريقيه، لكن كريم الدبيس هو اللي كان بيلعب في الفتره اللي كان علي كان مصاب فيه، فهل هو اللي هيبتدي بيه المباراه الجايه؟ لا، كريم فؤاد برضه ولا كريم فؤاد. فخد بالك برضه دي، طبعا كريم لعيب ولعب قبل كده، كريم ان خد خلاص الماتش بتاع امبارح، فهيبقى عنده خلاص لعب قدامهم وعنده برضو يعني الخبره ازاي برضه هو عنده فرصه الاسبوع دي ممكن يقدر يعني يفكر فيها صح. صعب يا كابتن، لكن هو مش هيقدر يغير بشكل صعب. طب لكن انت محتاج في المباراه دي ان انت تفكر ان انت لازم تجيب هدف في اول المباراه. يعني انت لازم تجيب هدف وتجيب الثاني علشان تقدر تامن نفسك بشكل كويس. المباراه ما ينفعش فيها تعادل، ما ينفعش فيها تعادل خالص، ولا خالص. تعادل ايجابي لصالح الترجي، لا خالص، ما فيش خالص. يعني تعادل سلبي تلعب ضربات ترجيح، دي ضربات ترجيح، لكن انت ما توصلش ان انت توصل نفسك للمرحله دي.
المسانده الجماهيريه اللي هتبقى موجوده، اللي انا متوقع ان هي زي الزمالك النهارده الملعب كله هيكون مقفول بجماهير الاهلي زي ما هي معوده فرقتها، معوده مصر كلها لما يكون في مباريات زي المباريات دي بيبقى جمهور الاهلي كله مالي الملعب. أي. المسانده دي طبعا بتفرق كتير جدا جدا وبتعمل ضغط على الفريق المنافس، بالرغم ان طبعا الترجي فرقه كبيره وبتلعب يعني قدام جماهير في ملعبها دايما وجماهيرها بتبقى كبيره جدا، لكن في استاد القاهره بالذات الموضوع بيبقى مختلف شويه. الفرق فعلا بتقلق شويه من الجماهير، من المسانده الجماهيريه، وخصوصا لما بتكون مسانده ايجابيه. فرقه الترجي فرقه كويسه جدا، حتى كمان يمكن من المباريات القليله اللي انا شفت فيها الترجي ملتزم جدا دفاعيا. فهل هيكون كده برضه في نفس الاسلوب ده في القاهره؟ اه هيبقى كده. اه الترجي يعني هيبقى ملتزم دفاعيا، يمكن هيبقى دفاعيا كمان اكتر كمان من لان هو طبيعي ان هو هيقفل لك الملعب عشان يلعب على الهجوم. الاهلي هيبقى زي الزمالك النهارده في بدايه الماتش مندفع وبيهاجم من الاطراف. انا نفسي برضه اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات، لما الاهلي هيلعب باندفاع هجومي لازم يبقى فيه متامن ظهره كويس قوي قوي قوي. ايوه. علشان ما لا قدر الله ما يحصلش حاجه مش كويسه هتدخل الاهلي تحت ضغط في المباراه اللي جايه، لكن الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه، يلعب مباراه كويسه، يلعب مباراه قويه. مجموعه اللعيبه اللي موجوده ما اعتقد مش هيبقى فيه تغييرات كبيره في نفس التشكيل، يمكن نفس التشكيل بس المهام بقى هتختلف او الواجبات لكل لعيبه هتختلف. يعني مثلا الماتش اللي فات امبارح بيرسي تاو وحسين كان ادوارهم دفاعيه اكبر وتركيزهم قدام في الكرات اللي بتبقى معاهم لازم تبقى غير كده. أيوة. انت عندك وسام ابو علي من انا بعتبره هيبقى من احسن المهاجمين اللي جم في للنادي الاهلي الفتره الاخيره، بس انت لازم وسام ابو علي انت دايما بتحاول ان انت تخرجه بره عشان تعمل عمليه الاختراقات. وسام من الناس اللي بياخد الكرات العرضيه بشكل كويس جدا وبيقدر ان هو يتعامل مع المدافعين بقوه وسرعه. فانت استفيد من المميزات اللي عنده دي. عندك من تحت كمان امام عاشور بيقدر ان هو يزيد، فلازم امام كل تفكيره ان هو لما بتتاح لي الفرصه ان هو يسدد لازم في تركيز في التسديد من مره، هو وحسين. يعني حسين بيوصل بيعمل الكره السويرف دي، هنا هيبقى في تركيز مختلف عن لازم. يعني هناك امبارح واحنا بنتفرج على الماتش حسينا ان الاهلي مركز اكتر ان هو ما يخشش فيه هدف. أيوة. ان هو يامن. بس انت انا بتكلم ان حسين وصل، بيرستا وصل، امام وصل برضه في المنطقه قدام منطقه التمنطقة. فانت لو انت تخيل انت لو انت بقى بتركز في المناطق اللي زي دي وتجيب جون او تجيب جونين الموضوع هيختلف خالص وانت هنا. صح. فانت محتاج ده هنا في مصر، ما ينفعش ان انت تجي لك فرصه وما تستفادش منها. صح. لا لازم تستغلها. صح. يعني عشان تقدر انت تستريح، ومش هتستريح الا لو انت جايب اثنين مش واحد. يعني انت مطالب ان انت تجيب جون ولازم تغطي الجون اللي انت بتجيبه عشان ترتاح، عشان ما تبقاش علشان الناس اللي زي ما كنا قاعدين قلقانين النهارده. انت في اي لحظه لو لا قدر الله اي لحظه جت جه فيك هدف ما كنتش هتعرف تعوض تاني. صح. طيب كابتن اشرف، يعني ان شاء الله ربنا يوفق الاهلي يوم السبت اللي جاي، لكن عايز اخدك بقى للدوري. وبيراميدز النهارده بيكسب الاسماعيلي في اسماعيليه 2-0، بيواصل انتصاراته المباراه الثامنه او الفوز الثامن على التوالي لنادي بيراميدز اللي اصبح منفرد تماما بقمه الدوري او بالصداره ب 50 نقطه، في انتظار بقى ماتشات الاهلي والزمالك المؤجله خلال الفتره القادمه. وحتى لو الاهلي كسب ماتشاته كلها، وده صعب مش سهل، ان في فرق دلوقتي 6 ماتشات ما بين الاهلي ما بين بيراميدز والاهلي والزمالك. طيب. بيراميدز لعب 21 والاهلي والزمالك 15. الاهلي 33 نقطه، الزمالك 24 نقطه. يعني انا شايف ان فوز بيراميدز الثامن النهارده على التوالي بيزيد الضغط على الاهلي والزمالك، و يعني انا بقول النهارده ان بيراميدز اصبح المرشح الاول للفوز بالدوري بالارقام. يعني بالارقام لكن لما تيجي ترجع للحاجات اللي حضرتك قلتها دلوقتي او سردتها دلوقتي اللي هي عدد المباريات المتبقيه علشان تعادل فرقه بيراميدز، فاحنا ممكن نحط مباراه الزمالك كلها هيلعبها، مباراه الاهلي كلها هيلعبها، النقاط هتقل شويه، هيعمل عمليه ضغط على بيراميدز بقى في الوقت ده. لو الاهلي والزمالك كسبوا مباراتهم كلها المؤجله المباريات اللي سهل ان انت تكسب ماتشات كلها. ليه؟ مش سهل. ليه؟ ده انت لسه كمان لسه ما قلتلكش كمان ان هو هينتظر لما يقابل المباراه بتاعته مع نفس الفريق. عنده ماتشين. هيلاعب الاهلي والزمالك. طيب. ماتشين. طيب ما دي برضو ضغط على بيراميدز. انت بتلاعب الاهلي والزمالك اللي هم بينافسوا على طول. ما انا برضو انا حاطط قدامي. بس انا قصدي ان بيراميدز بمكسبه ده على فكره انا مش هو اللي ضغط على الاهلي والزمالك. انا مش بقول كده ان بقول بيراميدز لا مش هيقدر. انا بتكلم على مواقف حصلت الموسمين اللي فاتوا، وان بيراميدز كان بس ما كانش زي ده كده لا كان كده.
ما كانش بيراميدز بيكسب 8 ماتشات و7 ماتشات ورا بعض. لا ما كانش كده بس هو كان اكتر من الاهلي بحوالي 7 نقاط وخسر مباريات وتعادل، يعني خسر مباراتين وتعادل، فدي ضيعت منه ان هو كان قريب وكان من اقرب المرات ان هو يفوز. اتفرجت على الماتش النهارده؟ شفت اجزاء منه. شفت اجزاء، شفت اجزاء بس النهارده ايه مش عارف، مش عارف احلله بالظبط يعني. فرقه الاسماعيلي الجمهور بيساندك في كل المباريات وعامل النهارده في فرق، يعني ان بيلعب فرقه تقيله قوي، يعني احسن فرقه في الدوري السنه دي. ما انت لازم هتلعب فرقه تقيله، ما انت مش كل يعني فرقه. النهارده ان كان الفروقات بانت، هي ما احنا عارفين ان في فروقات، بس انا بتكلم ان الروح بتاعت اللعيب في الملعب. على فكره انت ممكن تعمل تأدي وتعمل اللي عليك في الملعب وتخسر، لكن لما تحس ان اللاعب في الملعب الاداء بتاعه روتيني داخل الملعب هو ده اللي بيضايقك بس. يعني اعتقد جمهور الاسماعيلي متهيألي هو اكيد بيقول الكلام ده، هو نفسه لعيبته تموت نفسها في الملعب وتخسر، بس يحس ان هم بيتعبوا جوه الملعب، هو ده اللي حاصل. يعني فرقه بيراميدز لما تشوف ان هم بيلعبوا في خارج ملعبهم بيلعبوا اكنهم داخل ملعبهم وبيجيبوا جونين وعايزين يجيبوا التاني، ولما بيضيعوا فرص بيجيبوا كوره وعايزين يروح الملعب، فرقه بيهددوا مرمى الاسماعيلي. طب يعني انت مش عارف انت بتلعب في ملعب مين بالظبط، يعني الموضوع مختلف خالص يعني. أي. الهدف والتركيز مش موجود، أكتر. مش موجود هنا وموجود هنا بالظبط، يعني بالزبط. مع ان الاسماعيلي محتاجه اكتر كمان. يعني هو عايز يعمل نفسه بس في جدول الدوري الدوافع مختلفه. ده عايز يقول ان انا هبقى فرقه كويسه الفترة الأخيرة أو الموسم اللي جاي، وهنا بينافس على البطولة. صح. بس دي ملحوظة وهنا مش ملحوظة خالص. طيب بكرة في ثلاث ماتشات، عايز أعرف رأيك كده وتوقعاتك. بكرة زد مع الاتحاد السكندري في استاد القاهرة، الثالث والرابع. ماتش زد الثالث والاتحاد الرابع، وفرق نقطة زد 36 والاتحاد 35 نقطة. بص زد ماشي بشكل كويس جدا، ومجد عبد العاطي عامل معاهم موسم رائع جدا، مميزين جدا في الملعب فعلا، من الفرق اللي هي بتلعب بشكل جماعي، برضو عندها هدف في الملعب عايزه توصل تفضل موجوده في المربع الذهبي وبتنافس عليه بقوه. الفتره الاخيره فريق الاتحاد عليه ضغط كبير جدا من عدم التوفيق، عدم توفيق في الملعب، لكن انا شايف ان المباراه دي ما تعرفش تحدد مين اللي على حسب اداء الفرقه. متكافئة بشكل كبير يعني النتيجة ممكن تكون تعادل ولا لا ممكن حد ممكن يكسب؟ لا هو في يعني لا في فرقة هتكسب، بس مش قادر احدد ايه على حسب حالة الفرق اللعيبة في كل فرقة في المباراة. طيب بكرة برضو ماتش تقيل جدا وفي المنطقة اللي تحت، المقاولين وفاركو، المقاولين 15 وفاركو 19. المباراة برضو دي صعبة جدا، للمقاولين محتاج في ملعب المقاولين، المقاولين محتاج يكسب وخصوصا ان هي في ملعبه. لا يعني ومع منافس مباشر. انا شايف المقاولين اقرب، المقاولين يكسب لو رغم ان فاركو كسب بان ماتشين ورا بعض. معتمد جمال لو نظم الفرقة صح وبقى معاه شوية توفيق شوية ان شاء الله يعني. المصري وانبي بكرة الساعة 4 برضو، الجو حر شوية بس في برج العرب. المصري طبعا طالع من هزيمه صعبه جدا، وانبي خسران من فيوتشر. لكن اداء المصري في المباراه بتاعت البنك الاهلي كانت صعبه جدا يعني، مختلفه شويه. ممكن الدوافع عند المصري ممكن تبقى اكتر بكتير يعني، لكن انبي من الفرق المميزه اللي بتعرف تكسب. بالزبط. بتعرف تكسب. مين يكسب يعني؟ انا شايف لا ممكن المصري. المصري اكتر. بشكرك كابتن اشرف، الله يخليك يا كريم، مبروك النهارده. الله يبارك فيك، مبروك عليك يا حبيبي، انتصارات ان شاء الله نادي الزمالك ان شاء الله. نبارك طبعا للكابتن حسين لبيب رئيس طبعًا النادي طبعًا، ومجلس الاداره طبعًا، والجماهير العظيمه واللعيبه والجهاز الفني وعبد الواحد السيد واحمد مجدي الجهاز المصري طبعًا اللي موجود طبعا مع جوميز بدون استثناء يعني كلهم.